الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة. راح نشوفوا اليوم على الترانسبورت لاير، والله لاير نمبر 4 اللي هي جات من لاير 5 كما حبسنا في لاير 5 في الحلقة اللي قبلها. راح نشوفوا درك لاير 4. أوكي، لاير 4 كما كنت تشوفوا هنايا دوني تاعنا راهي جات، اللي هي اللي كنا نحكوا عليها من قبيل. السلام عليكم، عليكم كيف الحال؟ أوكي، هذه اللي حكينا عليها من قبل، قلنا راح يجي درك هذه الباكي كي تكون جايه هكذا. اوكي، تخيل معي هذه الباكي راهي 5000 بايت. كاينه حاجه قبل ما نشوفه هنايا، 1 بايت يساوي 8 بيتس. البايت والبيتس ماشي كيف كيف يا جماعه. اوكي، دونك هنايا كي تجي درك الباكي، تخيل معايا راهي فيها 5000 بايت. هنايا ترونسبورت واش يدير لها؟ يدير لها حاجه عمليه تقطيع، ولا يدير لها سيجمنتيشن. علاش دار لها عمليه تقطيع؟ صار لها كيما تروح نتايا السوبر ماركت، اوكي، وتروح تشري في تروح تشري في السكر. اوكي، كي دخلت عند السوبر ماركت قلت له اعطيني 1 كيلوغرام السكر. اوكي، هنايا وانت تقول له هكاك، واش تقول له؟ حاجه باينه راح يعطيها لك في ساشي وحده. اوكي، تلالا تقول له اعطيها لي في 10 صواشي، في كل صاشي دير لي 100 غرام. وهذه ماش راح يديرها لك، هذه باينه، ولكن نتايا تشوف فيها من الاحسن انه يدير واش، انه يدير في صاشي وحده. اوكي، انا علاش قلت لك ديرهم في 10 10 10 10 صواشي، كل صاشي فيها 100 غرام؟ لانه تخيل معايا، تعرف تمشي ومالي معك صاشي وحده، وثقبت لك الصاشي في الطريق، سما طاحوا لك لي السكر، طاح لك كامل. مي لو كان درتها في 10 سواشي وطاحت لك واحدة، راح يكون عندك 900 غرام. كيما في هذه الحالة نفسها في الانترنت، الانترنت ثاني كيف كيف، باش ما تضيعش لي دوني تاوعك كامل، راح يقطعها عملية تقطيع، راح يدير لها تقطيع. اوكي، كل قطعة واحد يسقسيني من واش يبدا يقطع. هنايا يبدا يقطع من 1460 بايت، هذا الماكسيموم، الماكس 1460 بايت، والمينيموم هو 46 بايت. اوكي، تخيل معايا انا بديت نقطع نقطع نقطع، هاي وين نقطع؟ 1460 1460 1460 1460 1460، بديت نقطع نقطع، بقى لي مورسو الاخر فيه 18 بايت. مي احنا تفهمنا، قلنا الماكسيموم 1460 والماكس مينيموم 46. اوتوماتيك راح يزيد لها، يزيد لها دي بيت، حتى الواش، حتى يلحقها واش، حتى يلحقها 46 بايت. هذا بالنسبه للسيجمنتيشن. السيجمنتيشن هنا كما راكم تشوفوا، هذه 1460 واش نعيطوا لها؟ هذه يعيطوا لها الام اس اس، اللي هي اختصار لماكسيموم سيجمنت سايز. اوكي، هذا بالنسبه لواش للسيجمنت. بعد ما حكينا على السيجمنت، دركا نجو نحكو شويه ديتيلز على هذه اللاير. كما راكم تشوفوا هنايا، عندنا الداتا 1460 بايت كما تفهمنا، 1400 بايت تقطعت. بعد ما تقطعت راح يزيد سورس بورت وديستنيشن بورت. حنا علاش زدنا سورس بورت ديستنيشن بورت؟ جماعه لازم تكون عندكم هذه المعلومه، فور connect to the internet must have، هادوما ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، لازم يكون عندك بور، ولازم يكون عندك اي بي، ولازم يكون عندك ماك ادريس. الاي بي والماك ادريس رانا مازال ما لحقناش ليه، مي البور رانا حكينا عليها. لي بور اللي حكينا عليهم حنايا هما لي دو بيسونس 16، قلنا من واحد حتى ل 1024 هادوما بور ريزيرفي، ريزيرفي هادوما صوالح لي بروتوكول اللي حكينا عليهم. اوكي، هذا ان شاء الله نحكيكم على البور وعلى الاي بي وعلى الماك. جينيرالمون لي هاكرز ولا اخر راحين يلعبوا على هادوما ثلاثه باش ياكسيدي للتارجت نتاعو، سواء يلعب لك على البور، سواء على الاي بي، سواء على الماك ادريس. اوكي، دونك هذا بالنسبه بالنسبه للديستنيشن بور. دركا في حالتنا هذه واش راه عندنا؟
نعاودو نرجعو للمثال تاعنا اللي هو عندنا بي سي مع واش مع فيسبوك سيرفر. دونك انا باش ناكسيدي الفيسبوك وين راهو موجود فيسبوك؟ موجود باش ندخل ليه، ندخل ليه عن طريق الاتش تي بي اس. اتش تي بي اس اللي هو نيميرو 443 اوكي. دونك هنايا الديستنيشن بور راح يحط رقم 443. دركا انا السورس بور، انا اليوزر، اسكو يمد لي من 1 حتى ل 124؟ لا لا، راح يدي لي بعده، معناتها راح يحطها في 1025 اوكي. 1025 بعد ما درنا الديستنيشن بور والسورس بور، هنايا راح يزيد حاجه اسمها تي سي بي اور يو دي بي. هنايا وشنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ عندنا تي سي بي اللي هو اختصار لترانسميشن اوكي، ترانسميشن كنترول بروتوكول اوكي. وعدنا الواش، وعدنا اليو دي بي. يو دي بي اللي هو اختصار يوزر داتا جرام، داتا جرام بروتوكول. دركا وشنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ لازم نديرو قبل ديفيرونس بيناتهم باش نروحو نفهمو لي بعدا. بون التي سي بي شوف شي يقول لك، يقول لك انت يا حسام راك تهضر مع الفيسبوك، قال لك اذا عندك دوني، تي سي بي راه يهضر، تي سي بي راه يهضر قال لك اذا عندك دوني، شوف انا نضمن لك الدوني تلحق للسيرفر 100%. بصح واش قال لك؟ قال لك يا ودي انا راني مانيش رابيد بزاف، هذا واش قال لك. واليو دي بي واش قال لك؟ قال لك شوف يا سي حسام، انا باش تلحق الفيسبوك راني رابيد بزاف اوكي، راني رابيد، راني توب، بصح يا حبيبي ما نقدرش نضمن لك الدوني تاعك، قادره ما تلحقش كامله. دونك واحد يسقسيني هنايا، واحد راه يقول نلحق لك 100% دوني بصح راني ثقيل، واحد الاخر يقول لك انا رابيد بصح ما نلحق لكش الدوني 100%. وشكون اللي احسن، تي سي بي اور يو دي بي؟ دونك هنايا بازي سا ديبون واش راه عندك اوكي، واش راه عندك كوم ترافيك. دركا انا عندي ترافيك تاع دايره اوكي، هذه دارا فور اكزامبل عندك ميساج راني نبعث ميساج السلام عليكم، ولا راني نبعث ايميل، ولا راني نبعث بي دي اف اوكي. هذوما ماشي انايا دركا تبعث لي بي دي اف وبعدا ندخل بي دي اف نلقاه ناقص، ولا ندخل ايميل ونلقاه ناقص دوني اوكي. دونك هذه ما تقدرش تكون يو دي بي، هذه لازم تكون ماس، تكون تي سي بي اوكي. واحد يقول لي يو دي بي استما برك، اليو دي بي كيفاش؟ اليو دي بي اي حاجه ريال، بار اكزومبل كيفاش ريال؟ انا نعيط لك في الفيسبوك، في الماسنجر، نعيط لك في التليفون نقول لك الو السلام عليكم واش راك لاباس، هذه تمشي يو دي بي. بار اكزومبل انا راني داير لايف، راني طالع لايف، هذه تمشي يو دي بي، لانه راكم شفتوها كي تكون تفرج في ماتش في الفيسبوك، واحد مطلعو لايف وتروح لك الانترنت لمده 20 ثانيه بار اكزومبل، في هذيك ال 20 ثانيه ماهوش راح يرجعك، كي تجيك الانترنت بعد 20 ثانيه مش راح يرجعك نفس اللقطه اللي كنت حابس فيها، رايح يفوتها اوكي. دونك هنا اش معناتها؟ معناتها ويمشي يو دي بي. دونك فهمتوا الديفيرونس ما بين تي سي بي واليو دي بي؟ في حاله تي سي بي، في حاله تي سي بي دونك سؤال جماعه، سؤال مطروح لكم، انا الميساج اللي قلت له عليكم السلام عليكم كيف الحال، في رايك يمشي تي سي بي ولا يو دي بي؟ يمشي تي سي بي لانه ميساج. هذا تخيل انا جيت نعيط له في الفيديو كول، ولا جيت نعيط له في الكول، هنايا راح يمشي يو دي بي. في حاله تي سي بي درك راه في حالتنا راهي تي سي بي، واش راح يزيد؟ راح يزيد حاجه اسمها سيكونس نمبر واكنولج نمبر. وشنو لا ديفيرونس ما بين سيكونس نمبر عند اكنولج نمبر؟ تخيل معايا عندك سيرفر هنايا، وهذا السيرفر فيه بي دي اف، فيه دو فايل، فيه فايل نمبر 1 وفيه بي دي اف، بي دي اف فايل نمبر 2. وانا راني قاعد هنايا وراني نتيليشارجي في لي دو فايل اوكي، راني تيليشارجيهم في ضربه واحده، حاجه باينه قلنا هذا يا بي دي اف الاول، هذا بي دي اف الاول اش يصرالو؟ تقطيع، هذه قلناها سيجمنتيشن. والبي دي اف الزوج راح يصرالو ثاني واش؟ سيجمنتيشن اوكي. بعد ما يصرى لهم سيجمنتيشن راح يحط السيكونس نمبر، اللي هو سيكونس نمبر واش؟ معناتها النيميرو تاع الفايل هذا، هذا النيميرو فايل هو رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد، راح يحط هنا هكذاك سيكونس نمبر.
وهنا السيكونس نمبر راح يحط رقم زوج رقم زوج رقم زوج رقم زوج رقم زوج رقم زوج رقم زوج. دوكا واحد قال لي علاش حاط النوامر هذوما؟ باش البي سي يفرق بيناتهم، يفرق ما بين فايل بي دي اف نيميرو 1 وبي دي اف نمبر 2. بعد ما يحط لهم سيكونس نمبر قلنا حاجه باينه، لازم يحط نيميرو تاع السيغمون، نيميرو تاع السيغمون شحال رقم هذه السيغمون؟ هذه السيغمون رقم واحد، هذه السيغمون رقم 2 3 4 5 6 كيف كيف هنايا 1 2 3 4 5 6 7. دوكا كي يقول هو سيغمون رقم 2 سوري السيكونس رقم 2 السيغمون رقم 4، معناتها هذه هي اوكي. دوكا انا كي نقول لك 1 4 1 4 واش معناتها؟ معناتها الفايل بي دي اف نيميرو 1 لي سيغمون تاعو رقم 4، هكذا باش يفرق بيناتهم. هذا لا ديفيرونس ما بين سيكونس نمبر اند اكنولوج نمبر. بعدها يزيد لها واحد صوالح، يزيد لها واحد الصوالح فوق فوق الاكنولوج والسيكونس كيما الويندو كيما بزاف صوالح، مي حنايا ما نشرحين نشوفوهم لانه ماشي الليفل تاعنا دركا، راح نحب نشوفو غير هادو مازوج. بعد ما يدير هادو ما كاع صوالح راح يزيد حاجه اسمها واش سي ار سي. هذا السي ار سي كيشغل فوتوغراف، فوتوغراف يدير ايماج ولا يدير فوتو لواش لهذه الباكي. واحد يقول لي علاش دير فوتو؟ دير فوتو باش يخبيها هنايا، باش يخبيها هنا باش كي تهبط للاير للاير 3 كي تهبط لاير 3 يكون عنده تصويره باش يدير لا ديفيرونس، يقول لك اسكو كش ما صرا ايرور ولا ما صراش كي هبطت لاير 3. اذا صرا راني نصحو، اذا ما صراش هاو كلش راه اوكي راهو ماشي اوكي. فهمتوا هذه تاع سي ار سي؟ سي ار سي راح يزيدها اللي هي 2 بايت. سيغمون جينيرالمون كي تكون في التي سي بي، في التي سي بي باكيت تي سي بي سوري تي سي بي سيغمنت راح تكون 1480 سوري 1480 بايت اوكي، راح تكون 1480 بايت. واحد يسقسيني يقول لي اسكو في اليو دي بي كاين سيكونس نمبر واكنولوج نمبر؟ للاسف ما كانش، لانه اليو دي بي ما يصححش ولا ما يديرش كوريكشن للباكين تاعك. كما راكم تشوفوا هنايا عندك تي سي بي سيجمنت هيدر وعندك يو دي بي داتاغرام يوزر داتاغرام هيدر فورما. كما حكينا قلنا كاين سورس بور ديستنيشن بور سيكونس نمبر اكنولوج نمبر، وقلنا هذو هما اللي ما كان لنا نشوفوهم حاليا لانه ماهوش النيفو تاعنا. اليو دي بي داتاغرام اللي هو عنده سورس بور ديستنيشن بور، as you can see here ما كانش حاجه اسمها sequence number and acknowledge number. هذا بالنسبه للحصه اللي هي layer 4 layer 4 layer. انا طولنا فيها شويه مي معليش، انا دخلنا شويه ديتاي دونك ان شاء الله تكونوا كامل فهمتوا. يعطيكم الصحه، كاش سؤال ولا حاجه تقدر تكتب في الكومنت. شكرا، السلام عليكم.